حضرتك هتقول لي مال ايه ميزه الطرد ايه الحراري؟ اللي استفدته؟ الطرد الحراري لو عندي غضروف صغير جدا ما يستدعيش جراحه وانا مش عايز داخل عين عمليه، فممكن اجرب اعمل طرد حراري، يعني اشتغل تحفظي لان كده. هي المشكله بسيطه زي ما احنا قلنا، اللي عندك الموبايل حالته كويسه بس هنك تهنيك بسيط هتعرف تعمل ريستارت، بالظبط. لكن لو مشكله كبيره لا انت كل شويه هتعمل ريستارت وهيفشل الموضوع. اكيد مفهوم. فهو احيانا بيريح العانين مده 6 اشهر لسنه، ده لو غضروف صغير. لو غضروف كبير ملوش اي رول خالص، تمام. لازم منظار دكتور. طيب الغضروف اللي اتشال لازم نحط مكانه حاجه دعامه مثلا ولا لا؟ المعلومه دي بقى يعني انا بسمع فيها كتير قوي من المرضى، كتير قوي يقول لك انا شلت الغضروف فلازم نحط حاجه مكان الغضروف عشان الفقرات ما تحكش في بعض. وللاسف بيكون في بعض الاطباء هي اللي بيكون قايله الكلام ده للمريض ممكن للتبسيط، بس هي دي مش الحقيقه. عشان نتكلم صح دلوقتي في صوره معانا يعرضوها لنا. انا دلوقتي لما باجي بشيل غضروف بحط دعامه مكانه زي ما هم قايلين. هنا عندي الفقره الرابعه اللي هي عليها رقم 4 ورقم 5، بينهم السهم بيشاور على الدعام. طب احنا شايفين مسمار راكب في الفقره الرابعه ومسمار راكب في الفقره الخامسه. دلوقتي مفيش دعامه بتركب من غير مسامير، فبالتالي يعني مفيش دعامه بتركب من غير تثبيت. طب انا هنا لما اثبت الفقره الرابعه والخامسه بمسامير هم دول بيتحركوا على بعض؟ لا، انا هثبته. فبالتالي مصطلح ان الفقره هتتحرك على الثانيه هتحك فيها، فالكلام ده غلط. الدعامه دي محطوطه لسبب تاني، هي مش محطوطه اكيد الفقرات ما تحكش بعض. ايه هي؟ محطوطه من اسمها دعامه، هي تدعم الفقرات بتسندها لغايه لما يحصل لحام في الفقرات. ليه؟ عشان المسامير ما تتكسرش. طيب الفكره انا بعمل ده ليه؟ ده نقدر نقول كده مبسطا الدعامه هي مرادف للتثبيت. طب انا ليه بعمل تثبيت؟ دلوقتي بحط الدعامه عشان لو هعمل حاله تثبيت. كان العلم في التسعينات يقول لك ايه؟ كل ما نيجي نعمل عمليه في الظهر العيان بعد العمليه ظهره يوجعه. فقال لك ايه؟ ده ممكن يكون سبب الفقرات ما تثبتتش، انا احط مسامير اثبت فيها الفقرات في بعض. او ده كان ناتج من ايه؟ ان احنا لما كنا بنفتح فتحات كبيره نقطع انسجه كتير، نشيل عظم كتير قوي، فالعمود الفقري ما بقاش ثابت، فكنا بنثبت مسامير. جاء العلم ما بيطلعش بين يوم وليله، ابحاث كتيره مئات والاف من العيانين فتره التسعينات كلها لقى إيه؟ مقارنه العيان اللي اتثبت باللي ما اتثبتش مفيش فرق في وجع الظهر. يعني في النهايه مفيش فرق. طب انا ايه الفكره؟ طب انا اثبت العين ليه؟ فابتدت ابحاث ثانيه ان هو يقول لك كمان ايه؟ طب انا لازم اثبت يكون لاسباب. طب ايه مشاكل التثبيت؟ لقوا ان اهم مشكله التثبيت احنا دلوقتي الفقره دي اللي بنثبتها دي مش متحركه. طب ربنا خلق لنا الفقره دي بتتحرك ولا لا؟ هي بتتحرك. طب كونها هي بتتحركش هيحصل حمل اكتر على الغضروف اللي فوقيها فيتحرك اكتر من الطبيعي، فالغضروف ده بعد 5 سنين بيبوظ. مرض اسمه adjacent segment degeneration، يعني بثبت الرابعه والخامسه تلاقي اللي فوقيها باظت بعد 5 سنين، اقوم داخل عامل عمليه ثانيه ومثبت اللي فوقيها بعد 5 سنين اللي فوقيها. فلاقوا التثبيت لا ده ليه مشاكل كبيره، ده على اللونج تيرم. على الشورت تيرم حاجه ثانيه، انا عشان اثبت فبفتح فتحه اكبر. الفتحه تترجم كالتهابات للجرح، وقت اطول في العمليه التهابات للجرح طبعا، جسم غريب في العمليه برضه التهابات في الجرح ونزيف. بعد العمليه العيان بيلبس حزام، بعد يلبس حزام من 3 اشهر ويتمنى ان هو يوطي، بعد 3 اشهر يبتدي يعمل علاج طبيعي. كل ده عشان دعامه ملهاش معنى. بالظبط، هي بتركب في حالات محدوده جدا. ده احنا